الاخوان اللي مازال راهم في الساحه المرجو المغادره. ممنوع التجوال بعد الساعه 11 مساء. وكنخطبوا المواطنات والمواطنين عند التلقيح راه مهم بزاف، وكنخبروهم ان التنقل في الايام القادمه غادي يكون بجواز التلقيح. لماذا التلقيح؟ باش يلحقوا انتقل ما بين المدن. المرجو من المواطنات والمواطنين اللي عندهم 25 سنة فما فوق يبادروا يديروا التلقيح. رشادة التلقيح هي المعتمدة وهي الرخصة اللي غادي تكون مستقبلا للانتقال بين المدن. وكنطالبوا أيضا من المواطنات والمواطنين يديروا شروط السلامة ويديروا الكمامة ويديروا التباعد باش نحصروا هذا الوباء ونمنعوه وما ينتشرش. وشكرا على تفهمكم. هذا هو السلعه كيبيعها.
شوف 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 شوف